الحمل صار شهر المدرسة الاثنين اللي هي كانت تواصل وامتداد التدخلات اللي صارت في حمل شهر المدرسة اللي كانت في سنة 2015-2016، وكانت تقريبا بلغت قيمة التدخلات في الحملة الفارطة 5 مليارات، ولكن وكذلك شملت أكثر من 3000 مؤسسة تربوية. بالنسبة للحملة الثانية اللي كانت فيها تدخلات متاع المؤسسة صديقة المدرسة، ثم تدخلات مساعدات عبر الاسماس، ثم تبرعات مالية عبر الحساب الجاري اللي وصلت تقريبا إلى حد اليوم أكثر من 100,000 دينار. كذلك كان ثم ترشيد لعملية التدخل ولا ترتيب لعملية التدخل ممنهج ومنظم أكثر من الحملة اللي شهدتها شهر المدرسة واحد. إذن ستتواصل هذه الحملة خلال السنة الدراسية على طول السنة الدراسية المقبلة. وصلت حملة شهر المدرسة اثنين في قيمة التدخلات اللي صارت حتى اليوم اللي هي تقريبا أكثر من 16 مليار. كذلك إلى حد اليوم وصلت أكثر من 1500 مؤسسة تربوية وقاعد تدخل فيها. المؤسسات الاقتصادية اللي في شراكة معنا في مشروع مؤسسة صديقة المدرسة تقريبا فاتوا 250 مؤسسة اقتصادية كانت قد دخلت خلال الصيف هذه. إذن تقريبا هذا ما شملته حملة شهر المدرسة اثنين. الحملة ما زالت متواصلة، التدخلات على مستوى الصيانة وعلى مستوى البنية التحتية وعلى مستوى تحسين الفضاء المدرسي ما زالت متواصلة. يعني شفنا حاجات ما نشوفهمش كل يوم، شفنا تلامذة وصلوا تبرعوا حتى ب100,000 دينار لصالح ترميم مؤسسات التربوية متاعهم. شفنا مواطنة باعت قطعة أرض متاعها باش تبني مدرسة. يعني شفنا تدخل متاع نيابات خصوصية متاع سلطات محلية وجهوية. دونك تقريبا هذه حملة شهر المدرسة اثنين. اليوم ما زلنا ننتظر الكثير، ما زلنا احنا قادمين على عودة مدرسية، نتمنى عودة مدرسية موفقة وسعيدة لكل التلاميذ والمربين والإطار التربوي ولكل الساهرين على الشأن التربوي. في الحقيقة هو العيد سنة جاعدين، جاعد أضحى وكذلك جت مع العودة المدرسية اللي هي الشعب التونسي يعتبرها عيد. إن شاء الله عودة مدرسية موفقة، ننتظروا الكثير وما زلنا إن شاء الله باش نخدمه، والبرنامج مازال كبير ولازم نحطوا يدينا في بعضنا باش نجمو نقدم.